مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من كواليس الجوجيتسو. اليوم احنا موجودين علشان الشيء اللي ما تشوفه بعينك ولا تشوفه على الشاشة احنا نوريك اياه. احنا اليوم موجودين في هذا المكان، في الخيمة، في منطقة الإحماء، في الخارج، في اشياء كثيرة راح نوريكم اياها، لكن تابعونا في حلقة اليوم. فرق مشاهدينا الكرام بين الجو برا والجو داخل العربة. شوي الجو برا حار، لكن الجو ما شاء الله مكيف داخل بنك الدم. أول ما تدخل بتحصل لائحة فيها مواد تثقيفية. هذه اللائحة هي اللي تحتوي عليها التعليمات الأساسية باللغة الإنجليزية، موجودة، وهي عبارة عن أسئلة، وفي أيضا موجودة اللائحة باللغة العربية. في بعض الشروط اللي موجودة على هذا الكتيب، هذا الكتيب موجودة في بعض الشروط، اللي هو التبرع بالدم وامنح حياة، في رسالة أن هذا الشيء يعتبر عمل نبيل. التبرع بالدم طبعا في بعض الأشياء يقول لك ليش تتبرع بالدم، ومين المستفيد، وشنو اللي يمكن أنك يعني مين اللي يمكن يتبرع في الدم، في عمر معين، في مواصفات معينة. في هذه الغرفة، لا مش هذه، هذه الغرفة اللي هي سكرينينج، يعني يسوون فيها فحص الضغط وفحص يعني أتوقع الضغط، وأيضا يفحصون أشياء أخرى بس ما أدري شنو، لكن هي هذه الغرفة. يعني أنت تبدأ من تعبئة الأبليكيشن، تعبئة هذه الأوراق، بعدين تدخل هالغرفة، بعدين تروح تتبرع. يسألونك بعض الأسئلة اللي هي تعتبر أسئلة احترازية، إجراءات احترازية، أن أنت تسافر كثير، أنت تعاني من بعض الأمراض، هذه الأسئلة. بعدين تروح تجلس على كرسي وتتبرع بالدم. أنا أشوف حتى بعض المواد الموجودة اللي هي حاطين بسكوت، حاطين عصير، وفي حاطين بعد ماي موجود، وحاطين القفاز. أنا بلبس القفاز على اساس يعني شوي تكون العمليه نعيش جو اللي يسحب الدم، ما بعيش جو اللي يتبرع بالدم. الحين صرنا جاهزين على اساس نلقي نظره على اللي قاعد يصير داخل هذا البنك، بنك الدم. تعالوا خلونا نشوف اكثر. قاعدين احنا نصيد المتبرعين. ها شوف ما شاء الله، وين قلنا نصيد متبرعين ودخلت جايه تبرعين صح؟ تعرف باسمك؟ معك اللعبه روضه، لعبه نادي الاهلي. اهلا وسهلا يا روضه. اهلين. مخططه ولا شفت السياره وقلتي يلا نروح؟ لا، اول ما سمعت على طول جيت. منو قال لك؟ طبعا داخل. اول مره تبرعين بالدم؟ هي اول مره. زين، ترى هم يطلبون انك تعبين ال اوكي ان شاء الله. بتعبين؟ وبعدين وقت التبرع انا بسحب لك الدم. تمام ان شاء الله. انا مش دكتور ولا ممرض. لا عين ما بي. بس اني لبست القفاز قلت خلاص يا ويلكم. ايه خلنا بالدكاتره احسن. لا ما نبغى بعد. هذا شيء يخترب واحنا ما بدينا. ايه الله يخليك، خلي الدكتور احسن. لا ان شاء الله امورك طيبه. ان شاء الله. ان شاء الله الامور طيبه. تمام زين. ما في احد غير على ما تعبين بنسألك بعض الأسئلة. هذا العصير موجود والبسكوت موجود والماي موجود، كل شيء. ها اي كل شيء، كل شيء زين. بالتوفيق. هني انا اسف. تفضلي اعطيني القلم الثاني، خلي عندي على اساس ان لو احد سالني. اوكي انا بكون مسؤول اليوم عن كل اللي انا اشوف. في اثنين واقفين، ليش واقفين برا؟ ليش واقفين؟ تعالوا تعالوا، حر برا موت. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. ابي افيق الوم. تعرف باسمك؟ سيف سالم محمد قبيسي. هلا وسهلا. اهلين. تعرف باسمك؟ عبد الله السيد يوسف محمد السيد يوسف الهاشم. وين الميداليه يا عبد الله؟ موجوده في البيت. وين الميداليه في البيت؟ وانت وين ميداليتك؟ لا انا باذن الله بلعب يوم الثلاثاء. ايش عندكم؟ تبرع بالدم. ما في شيء اصلا تسويه هنا الا تبرع بالدم. لا انا كل سنه اتبرع والله. والله؟ كل بطوله اتبرع. وانت؟ على فكرة هو اللي قال لي. كنا جالسين سمع
قال تعال خلنا نروح نتبرع. قلت له يلا. اليوم أول مرة؟ أول مرة أتبرع. قلت له إيش بيصير؟ ها؟ هي عادي. لا تخوفه. لا لا ما يحتاج. لا تخوفه ترى الموضوع إيزي يعني. عادي الأمور طيبة مرة. الأمور طيبة. الأمور طيبة. الأمور طيبة. إنزين الإجراءات بسيطة. أنا طبعًا لابس القفاز ما بسحب الدم يعني لا تخوفه. مش أنا اللي بسحب الدم. بس في بعض الإجراءات أنا لبست القفاز إني لقيت القفاز موجودة. على روضة ما تخلص الأسئلة تحط نعم ولا. ايه تعال عندنج تسمحين نروح نطار عشان نعطيهم عشان يستغلون الوقت. ها منو بيعبي اول؟ انا كله صح 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 صح. لا اقرا الاسئله. لا لازم اقرا. اي اقرا. شنو بتحط صح يمكن صح. اوكي صح صح كل شيء صح. هل اطلعت اليوم؟ ايوه نعم. لا اقرا السؤال. انت مو قاعد تقرا السؤال. لا انا كله صح. سؤال 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 امور طيبه. خيبة هاي يبالها يومين عشان أقرأ خلال أربع سبيل ماضي لقوم ذا بزيارة ثمانة خلني شارف فيها فاير لا شفت ها شفت كان يقول كله صح بورطك هذا بورطك ثمانة سبيل لا ما تبرد أخذ ثمانة سبيل خلال ستة عشر سبيل ماضي تبرعت أكيد لا ترى ما في مباريات مو تبرع بالدم وتروح ت ماشي ماشي يوم الثلاثة بإذن الله عندي بس هو عندك شيء اليوم؟ عندي مباريات يوم الاثنين آه صح؟ لا أنا اليوم هات الورقة هات الورقة لحظة لأن وين الورقة هذيك الصغيرة اللي فيها التعليمات بعد ما تتبرع بالدم؟ ما الذي يمكنه بالتبرع؟ أين تتبرع؟ ماذا تحضر معك؟ عندي مباراة كورة الساعة 4 أنا ألعب بالي عندك جوجيتسو لا مباراة كورة بس بعد ينفع عمرو وين البطاقة هذيك اللي قبل شوي احنا نقراها اللي كان فيها التعليمات يعطونك بطاقة بس يمكن خلال ساعة ساعتين لا انا الساعة 4 اي زين اوكي عموما هم بيعلمونك يعني اوكي مشاهدي الكرام خلنا نشوف كواليس اكثر وعلى ما يعبون الاوراق وعلى ما يحطون الحين انت حطيت كله اكثر من نعم لا صح كله هني يقول لك سويت عمليات اكيد لا الحمد لله نحن رياضيين ايش صار لا ان شاء الله ما عليك شر وان شاء الله دائما زين امين امين ايوه هذا الكرت اللي احنا ندور عليه توجيهات ما بعد التبرع هذه ايه انزين شو يقول لك يقول لك اصابات تتعلق سحب الدم وتختفي خلال بضعه ايام كدمه اوكي كدمه يعني يطلع لك بقعه زرقاء انزين حط كمادات بارده خلال 12 24 ساعه تهيج عصبي اوكي عرق وغثيان ودوار صداع خفيف قد يحدث ولكن بشكل نادر اوكي 8% من المضاعفات تحدث بعد ترك المتبرع اوكي لا تقم باعمال تحتاج الى مجهود عضلي مثل رياضه حمل اثقال لا لا كوره لا ينصح بالتدخين لمدة ساعة ما تدخن تجنب اوكي ترى ما بيوهقك انا بس تجنب الوقوف لفترة طويلة من الوقت وخصوصا في مكان لو وجدت فيه تهوية جيدة اليوم رطوبة وحر طيب يرجى ترك الضمادة بلاستر مدة ساعتين اذا حصل نسبة تبرك فلا تنزعج ببساطة ارفع ذراعيك في مستوى اعلى من راسك واضغط على مكان طيب يعني حاليا لين متى بتكون موجودة باكر موجوده ايه موجوده خلاص باكر البطوله لانه باكر ما عندي شيء ايه احسن عندي لعب كوره احسن اليوم انت تشوفه هو خلاص اليوم هو باكر انا ساله شنو يصير شنو ما يصير اوكي اوعدكم اوعدكم باكر انا ومتى توعدنا بالميداليه الثانيه قريب يوم الاثنين يوم الاثنين ها وتوعدنا ما تحط كله نعم لا لا ما بحط كله نعم هو يحط لا 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 يقول كله نعم قلت له انا اقرا كل الاسئله كنت بتوهق عمرك لا ادري زين انا خليكم هذه كان رصد وجوله ميدانيه نشكر الاخوان على مساعدتهم لنا وخلونا نتابع نسوي لقاء مع واحد قاعد يتبرع بالدم الان مشاهدينا الكرام احنا في تواجدنا خلال هذه التغطية لبنك الدم كنا متواجدين وشفنا واحد من المتبرعين اللي نصبح عليك بالخير السلام عليكم السلام ورحمة الله يا اخوي عرف باسمك سيف راشد نعم يا سيف سيف
يعني انا اعرف ان الدوافع دائما تكون نبيله في التبرع بالدم، لكن انت في عندك دافع خلاك تتبرع في الدم، ولا شفت السياره قلت خلنا نروح؟ لا والله، كنت انا في البطوله هني وانا طالع شفت السياره قدامنا عمل انساني وعمل خيري، تبرع بالدم. ما في سبب معين، بس انه انت قلت تبي تتبرع لانه هذا العمل يعني يعتبر انسان. نعم ما في سبب معين، واكيد في ان انسان ممكن يحتاج للدم في يوم من الايام او حتى في الوقت الحالي، فانت تكون متبرع لشخص محتاج. نعم صحيح. جاي مشارك ولا متفرج؟ لا والله انا متفرج عشان اشارك بطول القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس الحين امور طيبه، ما حسيت بالدوخه؟ لا الحمد لله اموري طيبه الحمد لله. العصير موجود؟ لا جزاك بس الحمد لله اموري طيبه يا اخوي. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. الله يعافيك. طبعا هذا كان واحد من المتبرعين، شفنا عدد كبير من المتبرعين كانوا موجودين في هذا الصباح، وحبينا ناخذ عينه منهم نشوف سيف ماسك الكره الضغاطه هذه اللي نفس هذه اللي على اساس يعني الدم، لان هذه واحده من اجراءات التبرع يعني على اساس تسهل العمليه، على اساس الدم يكون انشط في الجسم، على اساس ان الدم يوصل لليد بشكل مستمر في حاله الضغط. راح نشوف اكثر وراح نتعرف اكثر على بنك الدم، لكن خلكم معنا. طبعا خلال تواجدنا في بنك الدم واجهنا احد المسؤولين اخوي عبد الله اللي نتشرف بتواجدنا معاكم اليوم في بنك الدم، ونرحب فيك على قناه ابو ظبي الرياضيه، وقول لي من متى الى متى موجود بنك الدم؟ طبعا احنا سعيدين بوجودكم معنا. بنك الدم اليوم راح يكون موجود من الساعه 10 الصبح لين 4 العصر ان شاء الله، بيكون هذا خلال هاليوم بس، يعني ما راح يكون ايام ثانيه متواجدين. طيب الممارسه الرياضيه، لو في واحد يبي يمارس الرياضه بعد التبرع بالدم في نفس اليوم، هل ينصح انه يمارس الرياضه ولا ينصح بالراحه اكثر؟ طبعا انا استفسرت من الاستشاريين اللي عندنا، فخبروني ان اذا يفضل اذا كان عنده اليوم يعني اي مبذول جهد بدني عالي عنده، يفضل انه ما يتبرع. إذا كان نشاطه يكون بسيط أو خفيف عادي يقدر يتبرع. طيب الإقبال شلون اليوم؟ جيد يعني الحمد لله جيد، يعني بما أن الحين افتتاح رسمي غدا طبعا بيكون البطولة، الإقبال جيد للحين الحمد لله. طيب احنا نشكر جزيل الشكر ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى ان ما عطلناكم اليوم. لا بالعكس والله، شرفتونا ونحن سعيدين بوجودكم معنا. شكرا لك. شكرا لك. مع السلامة. في زاوية جسد كامانا عندنا اثنين من الأبطال، two heroes did very well. بطلين قومون بعمل جيد.